كيجيو الناس للمسرح، كيشوفوا الناس للمسرح، الناس مازالين تعطشين للمسرح، سيرتو في مدن اللي مع اللي الناس اللي ما عندهمش المسرح كيسمعوا شي عرض كاين شي حاجه كيجيو كيجيو الناس الناس باغا تشوف المسرح. كاينين الناس اللي كيقول لك زعما كاينه ما بقيناش كنخدموا في المسرح، ما بقاوش كما بقاوش كيعيطوا لنا الناس بزاف، ما عندي ما نقول لهم فهمتي. ولكن نهضر انا على راسي الحمد لله، دابا مع واحد الفرقه في مراكش طابل اللي كنوجه تحيه للاستاذ ناديه مسكين، فرقه المسار مسرحيه فيها انا عاد بلا قلت انا فيها جواد السايح، نزهه بدر، سي محمد بهزاد اللي كلشي كيعرفوه، خميس ولد حديدان، وحنان الخالدي. المسرحيه كتطرق الموضوع على الهجره، يعني واحد السيده راجلها مهاجره، هي اللي مربيه ولادها، ولدها الكبير غادي يعرف واحد البنت في الفيسبوك غادي يجيبها للدار، يعني حنا انا وامي ما غاديش ما غاديش نبغيوها، داكشي كلشي غادي يدوز في قالب كوميدي حتى الاخر، على اساس اننا كنكتشفوا ان ديك البنت راهي اختنا من بوانا،